لولا الغطاء الدولي للتحالف السعودي لما استمرت الحرب على اليمن أكثر من 7 سنوات. مضمون دراسة أطلقها المركز اليمني لحقوق الإنسان بصنعاء وكشف فيها حقيقة 17 قرارا اتخذها مجلس الأمن منذ 2011 بحق اليمن، وجميعها تصب في مصلحة الجلاد على حساب الضحية اليمني. الدراسة أثبتت أن مجلس الأمن بنفسه ودوله الدائمة العضوية هم من قاموا بمشاركة الدول التحالف في عدوانهم على اليمن من قبل إعلان عاصفة الحزم أو ما يسمى عاصفة الحزم. فالقرار 2140 هو القرار الذي سطر بدء العدوان على اليمن بالحصار على اليمن. المركز اليمني لحقوق الإنسان أطلق دراسة توثق دور مجلس الأمن الدولي في اليمن وتتهمه بالمشاركة في استمرار عدوان التحالف وحربه عليه من خلال قراراته المخالفة للقانون الدولي والتي لم تخدم اليمن ولم توقف الحرب والحصار عليه. قرار مجلس الأمن الرقم 2216 كان في 14 من نيسان أبريل 2015، وهو جاء بعد 20 يوما من انطلاق حرب التحالف على اليمن. وكما تقول الدراسة فإن القرار فضيحة تاريخية للمجلس الذي لم يتطرق نهائيا لتنفيذ التحالف عمليات هجومية، بل إنه تغاضى عن جرائم الحرب بحق اليمن. قرارات مجلس الأمن من 2015 اللي هو القرار اللي هو 22/16، مجلس الأمن هذا بتعامله مع القضية اليمنية خالف كل المهام والاختصاصات المناطة به في ميثاق الأمم المتحدة. قرارات مجلس الأمن خذلت اليمن كما يقول المركز اليمني لحقوق الإنسان، ليمارس اليمنيون حق الدفاع عن النفس. وأوصت الدراسة الأمم المتحدة بضرورة النظر في مخالفات مجلس الأمن وتصويب معايير قراراته. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين.